برأيي انت عملت شيء مهم حلو كتير. رفيف رح تكون فخورة فيك. ان شاء الله. خير؟ شبك عمران؟ صاير معك شيء؟ طيب احكي لي شو الموضوع. مشاكل البيت مو اكتر، انت اطمن. نعم امي. عمران، بعرف انك مشغول كتير يا ابني، بس لازم قلك على شغلة صارت معنا. قولي امي. شكراً، لازم تروح اليوم على المستشفى وعم فكر أنا أخدها. شو هالحكي؟ ليش شو صاير معه؟ مرت أخوك مريضة شوي. يعني الموضوع نسواني، يعقوب ما بيعرف شي عن القصة، يعني نحن ما بدنا نخبره؟ شكراً، صار لي يومين متضايقة بس ما عادت قدرت تستحمل الوجع. اليوم أخدت كل أدويتها ومع هيك ما ارتاحت المسكينة. شو رأيك إذا رحنا على المستشفى؟ مو أحسن ابني؟ ايه طبعا لازم تروح. انا رح حاكي الحراس، واذا احتجتوا اي شيء اتصلي فيني فورا. ماشي يا ابني. طيب انتبهوا على حالكم، طمنوني بس ترجعوا على البيت. يلا خاطرك. خير في شيء؟ شكرا، مرت اخي تعبت ورايحين على المستشفى. ايه في شيء خطير؟ لا ما بظن. جلال، شو رايك نعمل هذا القسم للبنات؟ ثلاثة تخوت بالغرفة، بدي البنات يرتاحوا. معك حق عمران، مناسبة للبنات، مضواية ودافية كمان. تمام، يلا تعال. مرت عمي، طلع عندك حق، إذا أسيل رفيقتها معناتها هي أكيد وحدة شرشوحة. قلت لك من الأول هي وحدة رخيصة، شو بدك بهالحكي هاد؟ وطي صوتك وامشي. طيب شو انتو لوين رايحين سوا؟ اخده شكران على المستشفى، بس ما تخافي خبرت عمران. خير شبك شكران؟ ليش المستشفى؟ عم يوجعك شي؟ الموضوع نسائي مريم، خايفة اكون فتت بسن اليأس. بلا ما يسمعنا ابوكي يعقوب كمان ما عنده خبر، قلت بلا ما اقول له شي قبل ما اتأكد. ما تاكلي هم، انا مستحيل احكي شي، بس يعني لا تزعجي حالك، بجوز ما يكون هي لساتك صبية. ان شاء الله. يلا شكران. امي، بابا طول الوقت عم يبكي. فهماني علي، إن كم يوم عايشين على أعصابنا ومكركبين، أكيد زعلان لأنه مو طالع بإيده يعمل شي ويساعدنا. لا تزعل زياد بيك، طول بالك، اعتمد علي، أنا بساعد الكل، رح ضل واقفة بظهر ولادي مثل الجبل. يلا. ايه شوف جلال، هون بنعمله مجهر، بدي كل ولاد يدرسوا ويتعلموا صنعة كمان. معك حق، هي شغلة كتير منيحة انه يتعلموا صنعة. تعرف المكان كتير مناسب عمران، سوزان رح يطير عقلة بهالمكان. لك لما بتقول اسم سوزان بحس الفرحة بقلبك وعيونك. لك ايه حاجتك بقى عمران؟ لك شو فيها يا زلمة، لما بشوفك هيك بفرح لك. ايه كيف الاوضاع؟ ايه منيحة. ليك انا رح كون شاهد على زواجكن. ها ليش في احتمال يكون في حدا غيرك؟ ان شاء الله نقدر نتزوج انا وسوزان. قربت ان شاء الله، طول ما انتو بتحبوا بعض ما في شي بالدنيا بيقدر يفرقكن ابدا. عمران، سألتك اذا في شي صاير معكن، ضليت تلف وتدور وما جاوبتني لهلأ. لك شو بدي احكي يا جلال، رفيف من امبارح عم تتصرف مثل الأطفال، غيراني من ديما، شغلات سخيفة. هالحديث مو مهم هلا، تعال.